من القصص الرمزي. كانت هناك نملة مجتهدة تتجه كل يوم إلى عملها بنشاط وهمة وسعادة واستمتاع بما تعمله، مستشعرة في كل لحظة أنها صاحبة رسالة تسعى لأدائها وتكرس عمرها لإنجاحها، فتنتج الغزير وتنجز الكثير، ثم تنظر لذلك فتسعد نفسها وتشرق روحها وترفرف لها في الآفاق آمال سعيدة وطموحات جديدة تضيفها لرؤية غدها وأحلام صباحها الجديد. رآها الأسد تعمل بكفاءة متناهية وإنتاج ملحوظ دون قيود إشرافية واجتماعات دورية ودورات تأهيلية كتلك التي يسمع عنها كثيرا في عالمه الذي فيه يعيش. قال لنفسه: إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة، فكيف سيكون إنتاجها لو عينت لها متابعاً هنا ومراقباً هناك، ووضعت لها كل أسبوع اجتماعاً نحرص على ألا يقل عن 3 ساعات ربما أكثر، ثم نصور تلك الاجتماعات ونجعل لها ألبوم ذكريات ذا غلاف جذاب لتحفيز النملة أكثر وأكثر. على الفور قام بتوظيف الصرصور متابعاً لأداء النملة، فكان أول قراراته هو وضع نظام للحركة والتنقل وكاميرات لمراقبة الأداء واستيراد خطة عالمية طبقت فكان تأثيرها بالغا وإنتاجها مضاعفا على رياضة الغوص في كوكب المريخ. ثم اختار لهذا النظام اسما لامعا حيث سماه التخطيط الدائم والقرار الصارم، ثم قام بتوظيف عدد آخر من النمل لكتابة التقارير وعنكبوت لإدارة الأرشيف ومراقبة المكالمات الهاتفية. ابتهج الأسد بتقارير الصرصور وطلب منه تطوير هذه التقارير بإدراج رسوم بيانية وتحليل المعطيات لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة. اشترى الصرصور جهاز حاسوب وعين الذبابة مسؤولة عن قسم نظم المعلومات. كرهت النملة المبدعة كثرة الجوانب الإدارية في النظام الجديد والاجتماعات التي كانت تضيع الوقت والمجهود. ساءت نفسيتها الطموحة فقل نشاطها وتلاشى إبداعها. شعر الأسد بوجود مشكلة في الأداء، قرر تغيير آلية العمل في القسم. قام بتعيين الجرادة لخبرتها في التطوير الإداري، فكان أول قراراتها هو شراء أثاث جديد وسجاد من أجل راحة الموظفين، كما عينت مساعدا شخصيا لمساعدتها في وضع الاستراتيجيات التطويرية وإعداد الميزانية. جلس الأسد يراجع الميزانية السنوية وتكلفة التشغيل. شعر بوجود مشكلة أخيرا، صح في صرامة، لا بد من حل لهذه المشكلة، مؤسستنا في خطر. عين البومة مستشارا ماليا، درست البومة الوضع لمدة 3 شهور، رفعت بعدها تقريرها إلى الأسد، توصلت فيه إلى أن القسم يعاني من العمالة الزائدة. قرر الأسد على الفور فصل النملة لقصور أدائها وضعف إنتاجيتها. قصتنا خيالية، ليس لها علاقة بأشخاص أو بأماكن، لكن ليس من الذكاء على الإطلاق أن نقيد الفكرة المبدعة والهمة العالية لأصحاب الرسالات وذوي الطموح بما يقيد إبداعهم ويشتت أذهانهم ويثقل كواهلهم ويصرفهم عن الهدف الأسمى. الذكاء أن تضع لهم بدلا من العراقيل سلما يصعدون به معك نحو المعالي.